باقي واحد دوغ. السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا ما تشوفون في العنوان، خلا يمكن ما اكتب في العنوان صراحة، لكن اليوم مقطعنا البلاك اوبس 1. الحين انه كود كم؟ 18 17 18، اتوقع انه 18، رابة 11 سنة. دق الحالة شيء فرمض والله، دقيت الحالة بس كذا ذكر ايام سيش، ايام دومينيشن، ايام الدوكس، وايام راح نبحث الحين وراح نلعب. فقبل ما ابدا مقطع، لايك اذا عجبكم مقطع، اذا تبون نكثر من بلاك اوبس ما عندي اي مشكله صراحه، لكن اللي ابغى منكم دعمكم، واكتبوا في الكومنتات تبون نلعب ولا لا. بسم الله وديني سمت اللي هو نحاول نجيب بلاك بيرد. الدوكس احس انها صعبه، تيم ديث ماتش بعد، بس نحاول. اوكي نايس. هنا واحد نايس، يا توك. ابغى واحد بس يجي من تحت. تكفون بسرعه. اوكي واحد بيجي من يمين. ذبح خوينا ولا ذبح؟ كيف عرف مكاني؟ والله صدق كيف عرف مكاني؟ يا ساتر. هنا واحد. لا! اشوي الفزع، شكرا. حرك. لا 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 لازم تجيب بسرعة، لازم تجيب بسرعة والله. اوكي في واحد هنا يعني. حرك يا واد. اثنين. نايس. لازم نفقع. باقي واحد البلاك بيرد. لا 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 تكفى. لا هنا واحد. يا ساتر. انا مت. لازم اجيب لك بيرد يا اخي، لازم. لا باقي اثنين على الدوكس. قصدي جبت بلاك بيرد خلصت، باقي الدوكس يا اخي، حرام. جيم اول جميل صراحه، عم بقينا واحد الدوكس اتوقع واثنين سجلت في الاخير. يلا يا نيوك تاون، هلا بي الماضي. والله العظيم ذا الماب قو ما انه خرافي، قو ما انه شيء مو طبيعي. نزلوه في عده اكواد، كل ما نزل كود جديد بلاك اوبس حطوا فيه نيوك تاون، قو ما ان الناس يحبونه. هو تو بادي الجيم. اوكي يا ساتر، وش الاربجيات؟ وين ذا اللي طلق اربجي؟ شو رموه بس من تحت السيارة بعد. يا الله يا الحظ، يا ساتر يا الحظ. لا اذبح، تكفى اذبح يا خوي. الف شكلك. مشكلة في واحد هنا ما ادري وين اروح. شوف اربجيات يا اخي مريض. يا ساتر كلهم اربجيات كلهم. واحد على البلاك بيرت يا شيخ، والله ناشف في النص ما قدرت اتحرك ابدا. ما ادري شلون شلته. اوكي بسرعة واحد يطلع من هنا بسرعة.
اوكي اوكي نايس نايس نايس. والله بغيت اذبحه بالغلط بس خوي نزل في القتله. يا ساتر وش الرادارات وش قصدي فلاشات؟ كلهم رسم من ورا يقطع من حاله. ساتر هذا كيف ذبحت انا؟ الو 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 لو يا ساتر باقي واحد على البلاك بيت مره ثانيه. اقسم بالله ذبحات ورا بعض يا ساتر. ذبحت واحد من القنبله. يلا يلا كل كام والله رسبنت عندهم لا تذبحهم كلهم لو اني ما فكرت بالقنبله بس. يا ساتر يلا يلا واحد يموت واحد يموت من القنبله. كيف مات من القنبله والله حرام. يا الله لازم الحين بالإيكي نضبطهم شوي. لازم نروح لندسوانهم. نايس نايس في احد يساري. الله ياخذ البيس جايني بشتك انا بطلقتين متخلف. اصيني بتحرك انا بدخل بس اصبر فلاش. شكرا والله الله يعطيكم الف عافيه. الله سلاحي ابغى سلاح. طيب ممكن اخروا خلف متخلف حاط جوست وناشف الزاويه وشت جن يا اخي بسم الله متخلف. مشيت الهد يا ساتر. هيك هيك الهد هيك الهد ابلع ابلع لعبكم كذا انتم متخلفين. بسم الله تو ضبطت معنا سالفه الاي كي صغير بس للاسف ما قدرنا نجيب كل ستريك ابدا. ما في حد فوق. ليه ما في حد فوق؟ لا يا متخلف لا خلاني ادخل المكان هنا ابغى اخش شوفوا كيف. السلاح خلص يا شباب. باقي باقي واحد دوكس. الحمد لله يا شيخ الحمد لله. القمو يا شيخ القمو باذن الله ما تفوزون للجيم باذن الله. عين يا شيخ يحب الحياه. يا ساتر يا ساتر والله تصفيق اقسم بالله تصفيق. مشكلة جراند وور اتوقع 9 يلعبون يعني مستحيل تمر.
هذا ما يموت يحب الحياة. شوف شوف الفلاشات يا عمي. اقلب سنايبر انا الحين اوريك اقعد اتفنن. شوفوا كم فلاش والله ما يمديك تمشي الا انت فلش. القوم القوم اخذ السنايبر ازوم بعد ولا انت فيك كارني كارني. عموما مساكم مقطع اليوم ان شاء الله مقطع يعجبكم. اذا تبون كثر من بلاك اوبس سواء مع اي اشخاص ولا بدون اشخاص اكتبوا تحت الكومنتات. يعطيكم العافيه وانا اراكم على خير في امان الله. سلام.